اوه اموت يا الفيفروني. مره متحمس على البيتزا. بنسوي بيتزا اليوم طبعا، وبدايه اي بيتزا العجينه. السلام عليكم، حلقه جديده من تجي نطبخ مع ضيفنا الرهيب مبارك ان كيو مبارك القحطاني. شو اخبارك؟ هلا والله، كيفك مع البيتزا؟ مره متحمس على البيتزا. بنسوي بيتزا اليوم طبعا، وبدايه اي بيتزا العجينه. عندنا هنا كاسين ونص طحين، وبنحط باقي المقادير ان شاء الله هنا، وبنخلي مبارك يعجن لما يخيس. طبعا عجينة صدق مره لا بنبدع ان شاء الله اليوم. طبعا عندنا مثل الحلقتين اللي فاتوا سحب على جهاز اكس بوكس سيريس اس، وايضا 5 اشتراكات جيم باس. كل اللي عليك تتفاعل مع الحلقه في اي منصه كانت من منصات ترو جيمنج، وفالكم التوفيق. اول شيء طبعا عندنا هنا اوكي خميره، اوكي مجهزين المقادير أبد من اول. ابد جاهز الخميره هنا، اوكي سكر، اوكي الملح اختياري بس احنا بنحطه لانه اختياري. اوكي احنا مهم دائماً جدا الملح في العجينه عشان القوام حقت العجينه يا محمد. ملعقتين طعام زين حلو، اوكي وكوب المويه دافيه بحط شوي، وبعدين شوي مسوي افهم يعني شوي. يلا اخلط بدت شو اسمه تطلع تتعجن. اي بدت العجينه. يلا طبعا هو في قانون يعني في العجين، يعني او لما تجي تسوي العجينه زي الطحين اذا كانت مره يعني خفيفه، واذا كانت مره ثقيله تزيد مويه. بعد احط لك مويه. زود مويه. يلا اتوقع احطها كلها خلاص ولا خلاص؟ ابشر. يلا طبعا الان خلصنا العجينه المبدئيه، الحين بنحط هنا طحين. اوكي وخرنا الاكس بوكس، حط طحين هنا زي ما قلنا كذا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حط مبارك حط. الله يا سلام، والله بيت تصدق اي لما توصل للقوام اللي بيصير معنا انه ايش زي الكوره. طبعا الان صارت معنا قد الكوره ما شاء الله. ايش بنسوي؟ راح نجيب اناء وندهنه زيت من الداخل ونحطها عشان تتخمر لمده ساعه. الان نغطيها وما علينا الا ننتظر. هلا والله مايكل انجلو. انا قسم بالله ذكريات هذه اللعبه، تعرف الرهيب من جد صراحه. اوكي اللي حمسني العبها انا موجوده مع الجيم باس على طول. صدق؟ قسم بالله ايه مره انصدمت صراحه انا، بس شيء رهيب مره. انت ادري منك يعني انا مشترك وجتني على طول ولعبتها. يا اخي نفس عاد اصلا يعني سالفه انه انا خليت حلقه اليوم بيتزا عشان نجي ترتز. اي لازم والله شهوه. ملاحظ محمد ان نفس الاماكن قديمه صدق؟ رهيب ايه الاعداء والحركه، بس حركات جديده بالتل بصراحه. اذا انتفشت العجينه كبرت الحمد لله. لا بناخذها نحطها على هذا الطبق الخاص بالبيتزا عشان ندخلها الفرن، لكن طبعا بنحطها ونحط التوبينجز او الحشوه المقادير. طيب الحشوه كل واحد على راحته. طيب عندي فكره محمد، ايش رايك نسوي لوجو ترو جيمنج للبيتزا؟ فكرة ممتازة، صح حلو، صح ليش لا؟ خلينا نجربها، اوكي، خلينا نجيب عجينتنا أول شيء، الله. طبعًا نقدر نسوي الحركة اللي نطيرها بالسماء وما أدري وش، بس احنا ما عندنا ما فاحنا بنحطها هنا، نطقها بالشوكة على عدة أطراف عشان ايش؟ إذا في فقاعات أو شيء تتفقع. الآن كيف نسويها على شكل شعار ترو جيمنج؟ طبعا الخطوه الاولى طبعا صلصه الطماطم، تلقاها جاهزه، تقدر تسويها لو تبي بس تلقاها جاهزه في البقاله. ما في بيتزا بدون صلصه اكيد، وهذه طبعا ايش تتوزع على الاطراف كذا اوكي بشكل خفيف، يعني تغطي شو اسمه المساحه الخارجيه. وطبعا دائما اترك الاطراف فاضيه عشان ايش؟ عشان العجينه تنتفش هناك. افتح لي تجي من لا مو هذا لا سعلي الاصلي تحت الاصلي. طبعا فهد مسوي لي مخطط لتيجي مان، انا لا لازم اوريكم اياه يعني عشان تعرفون اذا طلعت البيتزا غلط. انا بوريكم ايش المثال اللي كنت احتذي به. تعال تعال اوريهم. تعال هو مسوي لي توزيع يعني للمقادير على البيتزا عشان كيف تطلع معانا. اوكي شايفين هذا الشكل هذا يعني المفروض ان البيتزا تطلع كذا. طبعا احنا بنسحب عليه. طيب بنشوف تيجي مان اللي هنا ان شاء الله. انا بشوف اللي عليك مبارك ايه اوكي. فباخذ حبات الزيتون اللي عندي هنا اوكي، وايش بسويها على شكل
غرسها عشان تثبت. نبدأ من النص. أيوة بغرسها كذا. أوكي. الخطوة الأولى ممتازة. قدرنا نرسم العيون صح. الآن اللي علينا نسوي نفرش جبن في كل مكان. لأن أي بيتزا طبعًا عندنا جبن موزاريلا لازم جبن موزاريلا فلش وتبشرونه. لا تشترون من الجاهز المعبى بأكياس في البقالة لأنه إيش يكون في مواد حافظة وأشياء تمنعه يذوب صح. أحس عيونك حلوة. دائما يعني حلوة. الآن أحلى شيء البيبروني. نبي نغطي المكان كامل. الإيمان الأصلي. أبد. خلي الدنيا حمراء. اوكي هذا بيدخل الفرن الان ونشوف النتيجه النهائيه بعد 12 دقيقه على اعلى درجه حراره. يلا والان دخل تيجي مان للفرن. طالع يا حبيبي الفن. طالع 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 الجمال. محمد طالع. انا مصدوم من نفسي صراحه. ترو جيمينج ابداع. ما اعرف كيف اسوي هذا الشيء. ابدا الشكل اوكي نجحنا الحمد لله. الريحة نجحنا. شيء رهيب. هل ننجح بالطعم؟ خلنا نجرب. حين نجرب حين نشوف حين نشوف. للأسف يعني تيجي مان أنا آسف بس طب تدري خلنا أعطيك واحدة كذا. بسم الله. جاهز لحظة الحقيقة. يلا. ها؟ يلا شيل. شيل لك واحدة. أوه في مطة. أموت يا الفيفروني. بسم الله. بسم الله الرحمن. شو واو ممتازة ممتازة الصراحة. بفتح مع الطريق ما تحب بيتزا خلاص. لذيذة. واو إبداع. شكرا مبارك يعطيك العافية. شكرا لا تنسوا تشاركوا المسابقة. فما الله.